نجوم هوليوود يحققون أرباحاً خيالية بعام 2021. عام 2021 كانت سنة سعيدة على عدد كبير من الهوليوود ستارز، أبرزهم دانيال كريغ اللي حقق أرباح كبيرة بفضل أفلامه القادمة نايفز أوت 2 ونايفز أوت 3 المقرر إطلاقهم على نتفليكس، ولهيك هو النجم السينمائي الأعلى أجراً لعام 2021 لهلا من بعد ما كسب 100 مليون دولار من أفلام المخرج راين جونسون المثيرة. وبيحتل المركز الثاني دوين جونسون، فحصل على 50 مليون دولار من فيلمه الأكشن ريد وان من أمازون، وكسب ويل سميث 40 مليون دولار عن فيلمه القادم كينج ريتشارد اللي بيلعب فيه دور والد ليجند تنس بلاير فينس وسيرينا ويليامز. It's okay. They just not used to seeing good-looking people like us. ودنزل واشنطن حقق أيضا 40 مليون دولار من فيلم The Little Things، وبهالفيلم بيلعب دور محقق بيقوم بالبحث عن قاتل في لوس أنجلوس. Difference is I'm doing it for me. أما ليوناردو دي كابريو فحصل على 30 مليون دولار لفيلم نتفليكس القادم Don't Look Up يلي بتشارك فيه كمان جينيفر لورنس، وبيقوم الممثلان بدور علماء فلك اللي مهمتهم تحذير الناس من اقتراب مذنب حيدمر الأرض. والمرتبة الخامسة بتروح لمارك والبرغ، والمركز السادس من نصيب جينيفر لورنس اللي حصلت على 25 مليون دولار من فيلم Don't Look Up، وكمان جوليا روبرتس كسبت 25 مليون دولار من فيلم Leave the World Behind يلي بتلعب فيه دور البطولة بجانب دانزل واشنطن. وبقية النجوم اللي حصلوا على رواتب عالية هالسنة كمان فهم ساندرا بولوك يلي كسبت 20 مليون دولار عن فيلم The Lost City of D، والمرتبة العاشرة بيحتلها راين غوسلينج بقيمة 20 مليون دولار من فيلم The Gray Man.